ذهبنا إلى theme.json ولاحظوا نحن كتبنا أن الكور heading color green، وبالتالي هو يظهر الآن باللون الأخضر. فأنا مثلا لو أردت مثلا أن أغير هذا اللون أو لا أضيف لون، يمكن أن أختار مثلا لون آخر، مثلا ربما أقول هكذا core heading مثلا 3-3، لأن الآن سيظهر باللون هكذا. جيد، الآن لدينا هذه الـ UL، علينا هذه عبارة لنرى ما هي بالنسبة لووردبريس، لنرى ما هي فعليا. فلاحظوا أن هذه الـ UL هي عبارة عن WordPress Blog Category List، فإذا أردت تعديلها فعليا فيمكن أن أقوم بـ Targeting لهذا الـ Class، سأحاول الدخول إليها من خلال الـ Color، لكن سأتوجه للـ Background ورد أيضا، فإذا لنرى إذا كان سينفع. لم ينفع، فأعتقد هنالك مشكلة بالبلوك نفسها. الآن تعرفون ما هي المشكلة؟ المشكلة أنني أنا الآن أكتب بداخل الهيدنج، وهذا الشيء خطأ طبعا، أكيد خطأ، فيجب أن أغلق الكلر، أغلق الهيدنج، والآن أنا ببلوك أخرى، هذا الشيء المفروض، فيفترض الآن تعمل الأمور. نعم، الآن كل شيء تمام. مرة أخرى دعونا نجرب أن نضيف CSS لهذا القسم، فأنا سأتوجه لـLI التي لها current cat، سأجرب مجددا، و background أو ليس background color blue أو ليس blue green important، لأنه هي already هي يعني فيها blue، بدل نرى إذا كان سينفع. نعم، لاحظوا أخضر، ها هي، سأمسح هذا حتى تروح. فالتفكير السابق كان لدي كان صحيح، لكن كان لدي مشكلة بالsyntax، فإذا هذه هي. لاحظوا طبعا هذه هي الـ UL الذي أنا قمت بالتوجه إليها من خلال Core Categories، ها هي. فالآن أنا إذا أردت مثلا أن أقوم بـ List Style None، لكن سأتأكد من الـ List Style CSS None UL، أتأكد من هذه الـ CSS، خاصية هذه الـ CSS، لأن أحيانا أنا أنسى استخدامهم. بذن نعم، هذه UL List style type، يمكن أن تغير التايب، ويمكن أن تضيف image لل UL. هل يمكن أن أكتب list style none، أو يجب أن أكون يجب أن أكتب type؟ دعونا نجرب بtry yourself هذا. فمثلا لو أنا كتبت مثلا هذه الأولى type A فيها coffee و tea و، فإذا قمت أنا بكتابة none و run، لاحظوا ذهبت. فيمكن أن أستخدم هذه الخاصية هنا، فأنا أكتب هنا بهذا الشكل list style type none، لاحظوا ذهبت هذه الدوائر، هذه ليست جميلة. أيضا يمكن ماذا أنا أفعل، أن أقوم بمسح هذا الخط، هذا الخط يكون من الـ A tag، دعوني أقوم بمسح important لنرى بدون important هل سيبقى هذا green مثلا. نعم بقي، فلا داعي لـ important. فإذا text decoration none لمسح الخط ذهب، طبعا هذا ذهب فقط من أين، من الكرنت تاج، أنا أريدها منها كلها، فبالتالي سأقوم بإضافة هنا خاصية جديدة التي هي التالي، سأقوم بتصغير الشاشة حتى تروا ماذا أكتب هكذا، سأكبرها بعد قليل أيضا. بذن هذا ستكون من UL، من UL هذه التي أنا فيها، سأقوم بالتارجت للLI وتحديدا للA tag الموجود بداخلها. LI A tag موجود بداخلها، طبعا يمكن أن أحدد مثلا هذه LI أريدها بكلاس cat item، cat item يعني الكاتيجوري item، cat item، وهنا أكتب الستايل، فالستايل أنا أريده أن يكون هكذا text decoration none. وأيضا أريد أن أضيف hover effect، يعني عندما أقوم بالتحويم هكذا، دعوني أحفظ وأريكم النتيجة. عندما أريد، لاحظوا اختفى الخط، عندما أريد تحويم هكذا، أريد تغيير اللون، فمرة أخرى سأقوم بنسخ هذه القاعدة هكذا وإضافتها هنا، وأنا أريد فقط هنا الهوفر إفكت. وبالهوفر إفكت ما الأشياء التي نغيرها؟ سأضيف كيرسر بوينتر، وسأضيف الكلر يكون جرين، نضيف جرين. جيد، والآن لنرى النتيجة. فإذن الآن لاحظوا مجرد أن أقوم بالتحويم حوله فهو ماذا؟ يصبح اللون الخاص به كذا. طبعا هنا هذا اللون عاد لطبيعته، هذا
لون، سنغير اللون من الـ A tag هنا، سنغير اللون color مثلا أسود قاطع. وإذا الآن تحديث مجددا، لاحظوا إذا تغيرت الألوان فعليا وقمنا بهذا. طبعا هذه النقطة هنا التي أنا قمت بها، هذه نقطة متقدمة، هذه ليست نقطة من الأساسيات، لكن أنا أحب أحيانا أن أعرض الأشياء المختلفة أمامك حتى أريك الاحتمالات أو الإمكانيات. فإذا أنت مثلا وجدت هذا الشيء سهل بالنسبة لك ومفهوم، فهذا أنت كسبته وفهمته. إذا وجدته صعب وغير مفهوم، لا مشكلة، يمكنك أن تتوقف وأن تأخذ من هذه المعلومات التي طرحتها فقط معلومة واحدة، التي هي أن يمكن أن أقوم بتارجت أو يعني التوجه لمكون من مكونات هذا المحرك، ويمكن أن أضيف له يمكن أن أتوجه إليه بثيم دوت جيسون، ويمكن أن أضيف له ستايل خاص. هذا الستايل الخاص الذي سأضيفه له هو عبارة عن CSS عادي، CSS عادي أضيفه له. هذه الإشارة التي تجدها أكتبها أنا هنا هي تعني شيء واحد، أنني أنا الآن أقوم بستايل لهذا الشيء الذي أنا فيه فقط. يعني أنا الآن أنا في هذا الشيء أريده list style type none. مرة أخرى أغلقت، انتهيت من هذه الخاصية. الآن الخاصية التي بعدها أريد أن أذهب ل li a tag. فأين هذه ال li a tag؟ موجودة أين؟ في المكان الذي أنا أعمل عليه حاليا. هذه الإشارة تعني هذا المكان، هذا المكون. فإذا فهمت هذا الشيء جيد جدا، مرة أخرى فهمته جيد جدا، ممتاز، هذا إضافة لك. لم تفهمه؟ لا مشكلة، أبدا لا مشكلة، يمكنك أن تضعه جانبا مرة أخرى وكرر نفسي وتأخذ الفكرة منه. لا أريدك أن تفكر أن استخدامك لقالب مكونات يعني أن لا يمكنك أن تقوم بتعديلات CSS، لا يمكنك أن تجعل الموقع جميل، لا يمكنك أن تضيف أي شيء، لا يمكنك أن تخصص أكثر. ولكن بسبب أن هذا الموضوع بالبدايات، يعني مكونات ووردبريس صحيح لها سنوات بالعمل لكن ظهرت للعيان يعني منذ أشهر، فهذا الشيء يجعلها شيء جديد، شيء صعب للتعلم لأنك لم تعرف شيء مماثل له في وقت مسبق. وأيضا عندما يتم الاستخدام لهذه الأمور كل يوم للمستخدمين، سيبلغون عن الكثير من المشاكل التي تواجههم. بالتالي ستجد يعني الآن نحن في طور التطوير، لسنا نحن أنا يعني المطورين لهذا للمحرر ووردبريس والمطورين للإضافات المختلفة في محرر ووردبريس. يعني مثلا إضافة ووكومرس الآن لا تدعم المحرر 100% لكنها تعمل على دعمه 100%. فأنت الآن إذا استخدمت مثلا ووكومرس مع المحرر ستجد فيه مشاكل. لماذا؟ لأن الشيء ما زال في طور التطوير، يوجد بعض الأشياء يعني ليست 100%، لأن حتى المطورين أنفسهم هذا الشيء يعتبر جديد بالنسبة لهم. يعني مطور مثلا إضافة X أو Y أو Z هو أيضا بالنسبة له، أو مطور ثيم X Y Z هو أيضا بالنسبة له هذه المعلومات جديدة، هذه المعلومات صعبة الفهم نوعا ما، ليس بالنسبة لك فقط، بالنسبة لهم أيضا. فبالتالي خذ الأمور بروية رقم واحد، ورقم اثنين كن متسامحا مع عدم الفهم ومع الأمور التي لن تعمل، كن متسامحا معها وقليلا قليلا ستفهم وتستكشف. هذه الأشياء التي أنا أقولها لك أنا متأكدة أن لم يتم شرحها بهذا الشكل مكان آخر، لأنني أنا أصلا عندما أردت أن أفهم هذه الأمور لم أجد شخص يقولها لي بهذه الطريقة، فكان علي الاختبار كثيرا حتى أصل للأمور. ففكرة مثلا الآن قبل قليل قمنا بالتجريب على هذه WordPress categories list وقمنا بحدث معنا خطأ بالsyntax، لا مشكلة، لكن قلت لكم أنا لم أجرب هذا مسبقا، دعونا نختبره، دعونا نرى ما هو. وبهذه الطريقة تعلمنا عن هذا الشيء الجديد، وأنت أيضا ستسلك نفس الطريق. فكن صبورا إذا كنت أنت تريد فعلا الاستثمار بهذا الموضوع، فكن صبورا وكن جاهزا للأخطاء، كن جاهزا للأمور التي لن تعمل، كن جاهزا أنك ستستخدم مكون مثلا
سيكون لديك مشكلة معه، ربما المشكلة باستخدامك وربما المشكلة باستخدام المطور، لأنني كما قلت أن حتى المطورين أنفسهم هذا الشيء جديد عليهم، فهم يتعلمون لجعل الإضافات الموجودة للتو، القوالب الموجودة للتو تتأقلم مع هذه مع هذا المحرر الجديد. فأعتقد أنني قلت ما عندي بهذا الخصوص، ونكمل لاحقا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، استفدتم من هذه المعلومات، وإذا درستم الفيديوهات السابقة رجاء أن تعالوا للبث واسألوا الأسئلة التي لديكم حول الموضوع، حول هذا الموضوع، حتى يكون التعلم مثمر بالنسبة لكم وبالنسبة لي، حتى يكون أنا درسي الآن والفيديو الخاص بي مفيد. فأنا أحتاج للأسئلة التي ستسألونها، وبناء على الأسئلة أنا أيضا سأجيب، وسيكون هنالك تعلم مثمر أكثر بخصوص هذا الموضوع. فشكرا لكم وشكرا لوجودكم معي اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا ربما أو بعد غد. فإذا شكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.